الاحتياجات واصدار قرارات بشان نقل الاختصاص واعتماد اللجنه العليا لاستراتيجيات الاداره المحليه التي هي معنيه بنقل الاختصاص للبلديات. طبعا تم تكليف لجنه عليا باداره تعمل تحت اشراف السيد وزير الحكم المحلي مباشره بشان عمليه النقل والاليه والكيفيه، وتم من خلالها يعني عمل اليه صريحه واضحه بشان التواصل مع الوزارات المعنيه سواء كانت خدميه منها وغيرها بشان الكيفيه والاليه في نقل الاختصاص. احنا اليوم ان شاء الله بخصوص هذه الاليه ووجود بعض القرارات اللي تم الاتفاق عليها مع مجلس الوزراء بالخصوص سواء كان في الخدمات العامه النظافه والايراد المحلي وجهاز الحرس البلدي. طبعا الساده الحضور المعنيين هم الساده المستشارين والمدراء الادارات حاليا موجودين معنا لاعطاء الاليه والكيفيه والرد على استفساراتكم بالخصوص. شاكرين بذلك حسن تواجدكم معنا هذا اليوم، ونعطي الفرصه حاليا للسيد رئيس اللجنه العليا لاستراتيجيات الاداره المحليه لوضعنا في الصوره واعطانا بعض التفاصيل والايضاحات بالخصوص، وشكرا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر سيادة الوكيل على افتتاح هذا المؤتمر الصحفي. حقيقة هذا المؤتمر نستهدف منه وضع الرأي العام والسادة في البلديات في آخر المستجدات التي تجري في تفعيل قانون نظام الإدارة المحلية والقرارات واللوائح المكملة له. زي ما الجميع عارف أن القانون عقد العديد من الاختصاصات للبلديات، لم تتمكن البلديات من ممارسة تلك الاختصاصات خلال المدة الماضية نظرا لعدم تفعيل برنامج نقل الاختصاص. معالي وزير الحكم المحلي من بداية استلامه كان هذا الموضوع من أولى أولوياته، وشكل لجنة لوضع رؤية واضحة ومحددة للمعالم لنقل الاختصاص، باشرت مهامها مباشرة ووضعت خطة عمل بعد ما درست الاختصاصات الموكلة للبلديات وتحديد القطاعات المتقاطعة معها، ما هي الاختصاصات البلدية وما هي الاختصاصات المركزية. رفعت الخطة لمعالي الوزير وتم اعتمادها ومنحنا الإذن في مباشرة العمل. تم تشكيل لجان استلام اختصاص في أغلب البلديات، خوطبت الوزارات وكلفت بدرجة وكيل وزارة مسؤولين عن تسليم الاختصاص، وتمت مباشرة العمل التنفيذي في إطار احنا قبل أن ندخل على القرارات التنفيذية، وخصوصا أنه اليومين الماضيين من الأربع الماضي كانت فيه مجموعة من القرارات الاستراتيجية في هذا المجال، ولكن نحب نحط حضراتكم في صورة واضحة. صممت أدلة إجراءات وآلية عمل محددة، وزعت حوالي 97,000 استمارة للجان استلام الاختصاص متعلقة بالبيانات الوظيفية، باشر جزء من لجان استلام الاختصاص في حتى استلام المقرات، وردت مجموعة من الملفات الوظيفية لجملة من القطاعات، وصدرت قرارات معالي الوزير في هذا الإطار بنقل الموظفين. القطاعات اللي يشملها برنامج نقل الاختصاص، القطاعات التي يشملها برنامج نقل الاختصاص منها قطاع الإسكان والمرافق، الرعاية الصحية الأولية، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، التخطيط، خدمات النظافة العامة، الحرس البلدي، وجملة من الاختصاصات ذات الطابع المحلي. يوجد قطاعين مهمين يتبعوا لوزارة الحكم المحلي وهم الحرس البلدي والنظافة العامة، هذوما يمارسوا من خلال أدوات تنفيذ جهاز الحرس البلدي والذي يتبع لوزارة الحكم المحلي، والشركات العامة لخدمات النظافة العامة، في حين أن القانون 59 عقد هذا الاختصاص للبلديات. وضعت آلية لعملية نقل هذا الاختصاص، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وأصدر مجلس الوزراء قراره بنقل هذا الاختصاص إلى البلديات. كان صدور القرار خلال الأسبوع الماضي، لكن حقيقة وزارة الحكم المحلي ممثلة في معالي الوزير والسادة الوكلاء كان النقطة الرئيسية والمفصلية اللي مركزين عليها هي حقوق العاملين، حقوق الناس اللي تشتغل في شركات خدمات النظافة العامة. فنص في القرار على أنه تصدر من مجلس الوزراء لائحة بحوافز العاملين في مجال
النظافة، وقدم وزير الحكم المحلي مشروع لائحة الحوافز واعتمد يوم الأربعاء الماضي من قبل مجلس الوزراء. إضافة في مجال الحرس البلدي، جهاز الحرس البلدي أنشئ سنة 2006، واختصاص الحرس البلدي هو اختصاص أصيل للبلديات، وينظمها القانون رقم 30 لسنة 77، والذي نص صراحة على أن كل بلدية حرس بلدي، وتنشأ في وزارة الحكم المحلي إدارة عامة لشؤون الحرس البلدي. لكن في سنة 2006 تم إنشاء جهاز الحرس البلدي، قدم تصور إلى مجلس الوزراء بحيث يصوب الوضع القانوني للحرس البلدي، لأن القانون 30 لسنة 77 والقانون 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ينص صراحة على أن هذا الاختصاص أصيل للبلديات، ووافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي على حل جهاز الحرس البلدي ونقل العاملين في الحرس البلدي إلى البلديات في إطار نطاقهم المكاني. طبعاً النقل هذا لا يمس بحقوقهم النظامية، يعني جهاز الحرس البلدي زي ما تكون عارف أنه فيه مدنيين وفيه نظاميين يخضعوا للقوانين الشرطية، ما يتعلق بترقيات الحرس البلدي وما يتعلق بإجراءاتهم الإدارية هذه تدار وفق القانون. الترقية إلى غاية الرائد هي من وزير الحكم المحلي، وأعلن ذلك اختصاص لمجلس الوزراء. يعتبر الحرس البلدي ذراع تنفيذي للبلديات، لن تتمكن البلديات لا من جباية الإيرادات المحلية ولا من بسط النظام داخل نطاقها الجغرافي إلا بوجود أداة تنفيذية تساعدها على إنفاذ القانون، فكان من الواجب اتخاذ هذا الإجراء وبشكل سريع. وهذا يتزامن مع إصدار السيد وزير الحكم المحلي للائحة الخاصة بالرسوم المحلية. قانون 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية عقد العديد أو حدد الإيرادات الخاصة بالبلديات في إطار اختصاصها، وتعتبر جملة من الإيرادات سواء متعلقة بالرخص، بإشغال الفضاء العام، باللافتات، بوصلات المياه والمجاري، باستثمارات البلدية، وحدد جزء آخر هو حصة للبلديات من الإيراد السيادي متمثلة في نسبة من الضرائب ونسبة من حصيلة الجمارك. المشرع عندما أصدر القانون أعطى لها رسومها البلدية بنسبة 100% هي صلاحياتها الكاملة للبلديات، وأعطى لها نسبة من الإيرادات السيادية. خلال المدة الماضية كانت فيه مجموعة من المصاعب واجهت لإصدار لائحة الإيراد المحلي، طبعاً نمط مالي جديد، سنوات ليبيا لم تستخدم نظام الإيرادات المحلية ولم تكن هناك نظام للإدارة المحلية في ليبيا، ولكن بعد صدور القانون وصدور لائحة التنفيذية والمباشرة الفعلية في تنفيذه أصبح لزاماً إصدارها بشكل سريع. فالآن جهاز الحرس البلدي صدر قرار حله، ونطمن السادة في الحرس البلدي أن إجراءاتهم الإدارية والمالية كما هي ولا توجد أي إشكالية في عملية النقل. ما يتعلق بخدمات النظافة العامة صدر قرار مجلس الوزراء، وحقوق العاملين في الشركات والذين سينقلون للبلديات مضمونة من حيث مكافآتهم وحوافزهم، وصدر القرار على مستوى مجلس الوزراء، يعني ما هوش حتى قرار وزاري، أصر معالي الوزير على إصداره من مجلس الوزراء. حقيقة بالإضافة لما أنجز في هذا الإطار سواء التنظيمي أو التنفيذ عملية نقل الاختصاص، زي ما الكل عارف أن الكوادر المحلية تعتبر جديدة، وغالبية العاملين في الدولة الليبية هم وإن كانوا يشتغلون في مكاتب في مناطق ولكنهم يتبعون السلطة المركزية، وبالاطلاع على جل تجارب دول العالم اللي انتقلت من المركزية إلى اللامركزية صاحب عملية نقل الاختصاص تكوين وتأهيل الكوادر المحلية، فاعتمد المشروع الوطني لتكوين الكوادر الوظيفية في المحليات مبادرة تكوين اعتمدها معالي وزير الحكم المحلي، وهي تتضمن 22 مجال رئيسي يغطي جل الاختصاصات الموجودة في الهيكل التنظيمي للبلديات. وتم عملياً اليوم تنفيذ أو المباشرة في تنفيذ أول برنامج تدريبي بالتعاون مع السادة في بلدية طرابلس المركز المشكورين، ما يتعلق بتوفير القاعة واللوجستيات كان تكفلت به بلدية طرابلس كنوع من أنواع
المشاركة، لأننا احنا نعتبره في وزارة الحكم كوزارة حكم محلي وبلديات فريق عمل واحد، الكل يساهم في إنجاح هذا النظام وتنفيذه. أيضا اعتمد البرنامج الوطني لوصف وتوصيف الوظائف، القانون 59 أعطى صلاحية إصدار الهيكل التنظيمي وأدلة الإجراءات ووصف وتوصيف الوظائف إلى وزير الحكم المحلي. بعد اعتماد الهيكل التنظيمي أجريت دراسة لتحديد نوعية الوظائف في هذه الهياكل التنظيمية وحصرت بشكل موسع. الآن المباشرة في عملية وصف وتوصيف الوظائف، بحيث كل موظف يكون عنده بطاقة وصف وظيفي تحدد مهامه بشكل دقيق ومتطلبات التنفيذ. فهذا المشروع يهدف إلى مشاركة جميع الأطراف في عملية وصف وتوصيف الوظائف، خصص له موقع إلكتروني محدد، تمت مخاطبة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والجامعات المحلية والجامعات العربية والخبراء والأكاديميين حتى يساهموا في نجاح هذا المشروع. لا يخفى على أحد أن نظام كنظام الإدارة المحلية يعتبر حديث نسبيا في ليبيا، أي نعم موروثنا السابق لغاية من 63 لغاية 69 كانت هناك محافظات وبلديات، ولكن من 69 إلى ما بعده مر بمراحل تشوه فيها هذا النظام. والمكتبة العربية إجمالا والليبية بشكل خاص تفتقر إلى بحوث متخصصة في مجال الإدارة المحلية، فصدر قرار معالي وزير الحكم المحلي رقم 366 لسنة 2015 بإنشاء مجلة علمية محكمة تحت عنوان الإدارة المحلية والتنمية، ونستثمر وجودنا كوزارة في هذا المؤتمر الصحفي لدعوة كل البحاث والمتخصصين في هذا الجانب حتى يسهموا في نشر بحوثهم وإثراء المكتبة الليبية والمكتبة العربية عموما بهذه البحوث. أيضا اعتمد سيد وزير الحكم المحلي أو أعطى الإذن في المباشرة في إعداد تقرير الوطني للتنمية المحلية. لا يخفى على أحد أن البيانات والمعلومات هي أساس الانطلاق لأي عملية تخطيطية، سواء على المستوى القومي أو على مستوى المحليات. البلديات تحتاج إلى أن تتوفر لديها بيانات ومعلومات محددة حتى تستطيع أن تضع خطة واضحة المعالم تمكنها من تحقيق تطلعات ومتطلبات أهالي وسكان تلك البلدية، كما أنه على المستوى القومي الحكومة تحتاج إلى وجود تلك البيانات والمعلومات حتى تساعدها في عملية التخطيط. فاعتمد السيد الوزير المباشرة في إعداد التقرير الوطني للتنمية المحلية واللي تساهم فيه البلديات، يعني أعضاء الفريق الرئيسي هم رؤساء اللجان المتخصصة في البلديات، لجنة التخطيط والمالية، لجنة التنمية البشرية، لجنة الصحة والسلامة العامة، لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار. بمعنى أن هذا التقرير سيعد بالمشاركة مع البلديات، إضافة إلى فرق فنية من القطاعات وفرق متخصصة تعاونت معها وزارة الحكم المحلي. كنقطة أخيرة وبعدين نرجع سريعا فيما يتعلق بنقل الاختصاص، من خلال المتابعة، وهذه أزمة تعاني منها أغلب المكاتب القانونية في حتى دوائر الدولة المركزية، هي عدم توافر التشريعات حتى يتمكن المكتب القانوني عند إصدار الإعداد لإصدار قرار للمجلس البلدي أو للعميد من الرجوع إلى خلفيات المواضيع. فأخذ الإذن من معالي السيد وزير الحكم المحلي بدعم تلك المكتبات، فشكل فريق يجمع ويحصل كل التشريعات ذات العلاقة بالإدارة المحلية ويتم نسخها وإحالتها للبلديات. هذه أغلب النقاط الرئيسية خلال المرحلة الماضية، قد يكون أهمها واللي يهم السادة في البلديات والمواطنين إجمالا هو متى ستكون البلديات قادرة ومفعلة لتنفيذ مهامها. الحقيقة إن خلال المدة الماضية البلديات فعلا عانت، يعني نشأتها هي حديثة، كان الإطار التنظيمي لم يكتمل، الموارد المالية للدولة كانت شحيحة، لم تتمكن من توفير الميزانيات للبلديات، ولم تتمكن، يعني الآن في بعض أعضاء المجالس البلدية لحوالي 15-16 شهر لم يتقاضى مرتباته، وأي عجز في الخدمات داخل نطاق البلدية الأهالي والمواطنين يطلبون الخدمة مباشرة ويضعون اللوم على البلديات، في حين أن البلديات لم تتمكن من التنفيذ نتيجة عدم توافر الموارد ونتيجة أيضا إلى أن الاختصاص لم ينقل لها. ما يتعلق بالموارد الوضع ماشي في اتجاهين،
اتجاه هو محاولة الحكومة لتدبير الموارد المالية للبلديات وأيضاً تفعيل المواد المتعلقة بالإيرادات المحلية. اللائحة الحقيقة شملت على كم كبير من الإيرادات المحلية تتمكن البلديات من جبايتها مباشرة، منها ما يتعلق بالرخص سواء التجارية والصناعية والمتجولة، منها ما يتعلق برسوم الأسواق العامة سواء الدائمة أو الموسمية، إشغال الفضاء العام سواء من ناحية استثمارية أو إشغال مؤقت لأغراض الهدم والبناء، الإيرادات المتعلقة بمنح رخص الهدم والبناء والترميم والتطوير وصرف البيانات المكانية إحداثيات المساحية وما إلى ذلك. هذا بالإضافة إلى حصتها في الإيرادات السيادية التي نص عليها القانون، وهذه واضحة ومحددة. الإيرادات المتعلقة بالمسالخ حتى هي من الإيرادات المعتمدة، إيرادات ذات العلاقة بالنظافة العامة، بالمياه، برسم دمغة المعادن الثمينة. كم كبير من الإيرادات، من نوعية الإيرادات اللي تستطيع البلديات جبايتها. خلال المدة الماضية أصدرت وزارة الحكم المحلي تعميما للبلديات حتى توفيها ببعض البيانات حتى تمنحها الإذن بفتح حسابات الإيرادات المحلية، كان هذا قبل صدور اللائحة. نصت اللائحة في مادتها 32: يؤذن البلديات بفتح حساب الإيرادات المحلية، وعلى البلديات أن تحيل الوزارة ما يفيد فتح الحساب وتوقيعات المقاولين بالتوقيع عليه وصفاتهم. يعتبر الآن اللائحة تضمنت إذن للبلديات، إذن مباشر بفتح حسابات للإيرادات المحلية. قانون نظام الإدارة المحلية فلسفته تقوم على استقلالية الوحدات الإدارية حتى في تحديد نوعية رسومها، بمعنى لا يمكن أن تتساوى بعض الرسوم في مدن العاصمة والمدن المجاورة لها وبلديات في المناطق النائية. ما تدفع من رسوم عادة في مراكز المدن تكون أكبر. وعقد القانون 59 للبلديات سلطة اقتراح الرسم البلدي، فالآلية المستقرة هي أن كل بلدية وفق نوعية الإيرادات المحددة في هذه اللائحة تقدم مقترحاتها بطبيعة الرسم والقيمة المقترحة له، تحال إلى وزير الحكم المحلي بدوره يحيلها اللجنة الفنية المختصة لتقييمها ودراستها وتحال لإصدار القرار. لكن خوفا من أن تحدث فجوة، البلديات قد تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة هذا الوضع وتقديم مقترحاتها، ففي بعض الخدمات الحيوية يصدر فيها قرار مباشر من وزير الحكم المحلي، والقرار المتعلق بتحديد رسوم خدمات النظافة تحت التوقيع الآن بحيث يحدد رسم موحد لخدمات النظافة. القصد بموحد موحد على الجميع، ولكن المنازل بشكل، المحال التجارية بشكل، المستودعات بشكل، البنوك بشكل، بحسب الأهمية النسبية وحجم الإنتاج من المخلفات. ولكن قرار التسعير هذا يسري على كل البلديات في ليبيا. بداية نهني نشكر قناة بانوراما على وجودها في تغطية هذا الحدث. محمد مصفى اللافي، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس البلدية. كان اجتماعنا اليوم أو بياننا الصحفي بشأن نقل اختصاص الوزارات الخدمية إلى البلديات، وذلك من خلال تفعيل قانون 59 لائحة التنفيذية، وسعي من الوزارة على تفعيل هذا القرار وتمكين البلديات من أداء مهامها. طبعا عرجنا احنا في وزارة الحكم المحلي على بعض القرارات المفصلية اللي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، مشكورين على ذلك. منها اللي هي حرس البلدي، حل الحرس البلدي ودمجه في البلديات، نقل موظفي شركات الخدمات العامة إلى البلديات وضمان حقوقهم وآلية نقلهم، نقل مشاريع الصغرى والمتوسطة إلى البلديات والكيفية والآلية، نقل تبعية بعض الأجهزة الهندسية زي جهاز التنمية وتطوير المدن إلى وزارة الحكم المحلي لاستكمال مشاريع ذات طابع محلي، النظر في بعض التشريعات واللوائح التنفيذية للبلديات، اعتماد لائحة الإرادة المحلي للبلديات من خلال جهاز الحرس البلدي بعد ما تم دمجه في البلديات. كل ذلك كان يعني إن شاء الله اليوم في سبب وجودنا في هذا البيان الصحفي.